بتاريخ اليوم 15 ديسمبر 23/2000 توصلنا بالمواد الانتخابية الحساسة والتي بدونها لا يمكن أن ننظم الانتخابات. تولينا بنهاية الشهر الماضي استقبال المواد المكتبية وتولينا توضيبها في العلب الكرتونية الضرورية لمراكز ومكاتب الاقتراع، والآن نستقبل أو نتوصل بالمواد التي لها الأهمية القصوى ونشرع مباشرة وفوريا في توضيبها لتبويبها في على المجالس المحليه وعلى الدوائر الانتخابيه ولكل مركز اقتراع ولكل مكتب اقتراع حصته من هذه المواد. نعمل بحذر شديد على ان نتولى وضع كل ماده انتخابيه في موضعها الصحيح حتى لا نفاجئ يوم الاقتراع بفقد ماده او اخرى او تداخل بين مكتبين او اكثر او مركزين او أكثر أو دائرتين أو أكثر أو مجلسين محليين أو أكثر. هي كل المواد المتعلقة بتنظيم الانتخابات، وهي أساسا صناديق الاقتراع وأوراق التصويت والقائمة الانتخابية، الحبل الانتخابي، الأقفال، المحاضر على اختلافها اقتراع وفرز، بطاقات الكشف، كل الوثائق التي تصلح لتنظيم العملية الانتخابية أي الاقتراع والفرز. بدونها وذلك هو معنى الانتخاب المواد الانتخابية الحساسة التي بدونها لا يمكن أن ننظم انتخابات على عكس المواد المكتبية أو المواد الأخرى. يتولى ذلك الجيش الوطني العتيد، وبالتالي لا خشية بحول الله على تأمين هذه المواد وعلى مسارات التوزيع ومسارات التجميع. نحن في حماية الله والجيش الوطني العتيد وأمننا المفدى.